يعني قبل الحديث على استمرار البطولة من بعد التوقف ديالها لمدة طويلة بسبب الحجر المنزلي اللي خضعوا ليه اللاعبين شأنهم شأن بقية المواطنين، خصنا نتحدثوا أولا على الأشياء اللي بقت عالقة، يعني اللي كتخل الميزان ديال تكافؤ الفرص. يعني المباراة الشهيرة ديال الرجاء الرياضي والدفاع الحسين الجديدي اللي بقات معلقة يعني لمدة طويلة بدون سبب يعني منطقي، خص الجميع يتحسن فيها أولا باش نعرفوا شكون اللي غياخد ديك 3 نقاط أو شكون اللي غادي يتخصم من الرصيد ديالو كعقاب ليه، على حسب شنو غتعتبر الجامعة ديك المقاطعة أو انسحاب ديال الرجاء الرياضي، واش عنده الحق أو لا ما كانش عنده الحق. الحاجة الثانية هي كثرة المؤجلات، يعني تراكم المؤجلات، تلقى يعني فريق لعب 17 دورة وفريق لعب 21 دورة، يعني هادشي بزاف يعني كثير. ملي غيتساواو الأندية في عدد المباريات ويتحسن في الملف ديال الرجاء، أنا ذاك غادي نعرفوا ممكن تنطلق المباريات بشكل أكثر وضوح. ثاني حاجة يعني اللوكو، يعني شكون اللي غيتحمل لك المصاريف ديال استئناف هذه البطولة؟ يعني خصك نعرفوا ان خص واحد الحجر يعني رياضي، نسميه حجر رياضي للأندية، لجميع اللاعبين، الأطقم ديالها التقنية الإدارية الطبية، الحكام اللي غادي يديروا هذه المباريات، فين غيتلعبوا وفين غادي اللاعبين، فين غيقيموا يعني الإقامة ديالهم، فين غتكون، واش غيبقاو يلعبوا ماتشات ويرجعوا للأسر ديالهم أو يلعبوا ماتشات ويستقروا في يعني في فنادق معينة أو في مركز الرياضي محمد السادس بالمعمورة. يعني هما كل السيناريوهات اللي حنا ما عندناش تأكيد ديالها، ولكن هادشي اللي خصو يكون يعني باش نكونوا حذرين. حسب بعض المصادر يعني اللي مصادر شخصية، ان اللوكو ديال اجراء الفحص للاعبين ديال البطولة الوطنية في كل دورة غتكون ما بين يعني تقريبا ما بين 25 حتى 30 مليون سنتيم في كل دورة. يعني هذا المبلغ شكون اللي يتحمل المسؤولية ديالو؟ هل الأندية غتحمل المسؤولية ديال اللاعبين ديالها ماديا، ام ان الجامعة، ام يعني جهات اخرى اللي غتحمل هاد المصاريف هذا؟ الا شفنا ان الانديه الان كتعاني من ازمات ماليه خانقه، توقف البطوله، ما كاينش مصاريف ديال المستشارين، مداخل ديال المستشارين، مداخل ديال الجمهور، كاين ازمات. يعني هنا تطرح التساؤل، الاستمرار ديال البطوله يعني في هاد الظروف هذه، واش هي يعني مساله ايجابيه وملحه، ام نديروا كما داروا بطولات اخرين، داروا واحد الترتيب معين، اعتبروا سنه بيضاء، اعطاوا البطوله لقب نادي معين. وكنظن النقطه الاخيره صعيبه شويه في ظل وجود المؤجلات الكثيره، وهاد الجائحه هذه يعني غيمتد التاثير ديالها حتى الموسم المقبل، لان في ميركاتو الصيفي كما قلنا الانديه عاجزه تماما. ما يعني الصفقات ما غنسمعوش ان واحد الارقام اللي كما سمعناها في الميركاتو الشتوي او الصيفي اللي دازو، غنسمعوا ارقام اقل، لان الانديه ما بقاش مستطاعه ان الان تدخل على لاعبين بمبالغ كبيره. وربما يعني هنا الجيش الملكي غيتعتبر هو الحصان الاسود ديال هذا الميركاتو القادم، باعتبار انه رغم ان الميزانيه ديالو تعتبر متوسطه او اقل من متوسطه، الا انها مستقره. ربما هذا الاستقرار هذا المالي اللي تمتع به الفريق العسكري ربما غيكون عنده عامل ايجابي بانه يدخل بقوه في الميركاتو ويجلب لاعبين اللي عندهم اسماء، وغيكون يعني الفريق الاكثر اغراء لبعض اللاعبين باش يحمل القميص ديالو الموسم المقبل.